يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيحين. احنا صرنا وتعبنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا، بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا. بداية ألف ألف مباركة منا، عارفين عن نفسك وعلى معدلك وأنت من أي مدرسة؟ الله يبارك فيك يا رب. أنا من طلاب مشرح حسن البطة، معدل 99.7، طبعا فرع الأدبي من مدرسة أحمد شوقي. لو حابين نرجع لأيام توجيه اللي قضيتيها، وخصوصا إنه فترة كورونا وفترة حرب، احكي لنا إيش العقبات اللي واجهتك، كيف كانت خطتك الدراسية عشان توصلي لهيك معدل؟ الصراحة كانت صعوبات كتيرة، مع بنفس الوقت ما كانش عندي خطة معينة، ولكن كان كورونا وضع صعب علينا، ما كناش نروح كل يوم على المدرسة. غير هيك اجت الحرب علينا وكانت 11 يوم، كانت كتير سيئة وكتير صعبة، كناش نقدر ندرس، كان قصف في كل مكان طبعا. غير هيك الحمد لله قدرنا نواجه كل اشي. و خطتك الدراسية خلال فترة توجيهي، بما أنك الأولى على الوطن، كان عندك برنامج معين أنت بتتبعيه للدراسة أو شيء تحدثين عنه؟ صراحة ما كانش عندي خطة دراسية، ولا مرة حطيت جدول، بمشيش على جداول وبمشيش على أي حاجة. أنا بدرس بس على قد ما بحتاج، بعرف إيش بدي، بجيب اللي بدي إياه. غير هيك بس يعني ما عنديش ساعات، حتى ما مش عديت ساعة اللي بدرس فيها. وكان عندي النوم عامل كتير مهم صراحة، كنت أكتر سنة أنام فيها وأكتر سنة كان نومي معتدل فيها الحمد لله. أكيد نهاية لمين تهدي نجاحك، أكيد مين له فضل عليك في حصولك على هيك معدل؟ طبعا الفضل لله، وبعدين الفضل لإلي الصراحة. يعني أنا جد تعبت مع حالي وتعبت على كل إشي، وغير هيك أهلي كانوا دائما سندي، والمدرسة كانت دائما موجودة، والمنسات تبعونا كانوا كتير مناح وتمام.